السيد رئيس أركان الجيش يحضر مؤتمر أهم الإنجازات والفعاليات لقيادة القوات البرية للفترة من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 20 شباط 2024، حيث شكر سيادته قائد القوات البرية على دوره ودعمه في متابعة كل ما يتعلق بجانب العمليات. زار السيد رئيس أركان الجيش قاطع قيادة عمليات كركوك، ويوافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على الوضع الأمني وحركة القطعات. زار السيد رئيس أركان الجيش قيادة عمليات كربلاء المقدسة للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، ويرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية. زار السيد قائد القوات البرية قاطع فرقة المشاة الخامسة للاطلاع على الأعمال الهندسية الجارية لإنشاء خط صد وادي حوران وتحسينات المواضع الدفاعية. ضمن جولاته التفقدية زار السيد قائد القوات البرية قاطع فرقة المشاة السادسة للاطلاع على الوضع الأمني، وفي وصوله ترأس مؤتمرا أمني قدم فيه القادة والآمرون إيجازا عن قاطع المسؤولية. بتوجيه من السيد قائد القوات البرية، نائب قائد القوات البرية يشرف على عملية تسليم الملف الأمني في قيادة عمليات سامراء إلى قطاعات وزارة الداخلية. لجنة من قسم الإعلام والتوجيه المعنوي تزور قيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة ووحداتها للإطلاع على الحالة المعنوية للمقاتلين. بحضور رئيس أركان القيادة، آمرية الاتصالات تعقد مؤتمرا عبر المنظومة الحديثة السيسكو ميتينج مع مدراء أقسام وآمري آمريات الاتصالات في قيادة العمليات والفرق. هيئة التدريب تعقد المؤتمر الدوري عبر منظومة السيسكو ميتينج مع مدراء أقسام وشعب التدريب في قيادة العمليات والفرق لمناقشة أهم الأمور التي تخص التدريب. آمر آمرية المدفعية قيادة القوات البرية يجري زيارة إلى مقر ووحدات المدفعية في فرقة المشاة 14. هيئة التفتيش في قيادة القوات البرية تجري تفتيشا فحصيا للهيئات والآمريات وأقسام القيادة ووحداتها استعدادا لتفتيش المفتشية العسكرية العامة. حسب الخطة الإعلامية لعام 2024، قسم الإعلام والتوجيه المعنوي يلقي محاضرة بعنوان التحصين النفسي للمقاتل اتجاه الحرب النفسية المعادية على ضباط ومنتسبي القيادة.